السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل أن نبدأ الفيديو اشترك في القناة ليصلك كل جديد. أنقذ اليوم الأسطورة كريستيانو رونالدو فريقه مانشستر يونايتد من الخسارة التي كانت ستكلف فريقه المركز الأخير في مجموعته، وبعدما كان الفريق منهزم في الشوط الأول بثنائية نظيفة أمام أتلانتا الإيطالي، دخل فريق اليونايتد بكل قوة في الشوط الثاني من المباراة وسجلوا الهدف الأول في الدقيقة 52 عن طريق راشفورد، وعدلوا النتيجة في الدقيقة 74 عن طريق ماغواير، وأكمل الدونري منتدى المباراة بهدف الفوز في الدقيقة 80 من المباراة لينقذ مانشستر يونايتد ويهدي 3 نقاط ثمينة لفريقه الذي يتواجد في مرحلة سيئة بسبب النتائج المتذبذبة.